السلام عليكم محمد. عليكم السلام. أنا اسمي محمد سلطان من المدرسة الغربية النموذجية، أنا في الصف السابع. Okay, this year, Mohammed, you studied one topic. You did in teams, and you learned all the information yourself. You taught yourselves. إحنا تعلمنا يعني في هذه السنة تعلمنا أن نكون في مجموعات وتعلمنا أشياء عن الجزيئات والذرات وإلى هذا. Okay, so how did you enjoy working in those teams? أنا استمتعت لأنها كان هذا الشيء غير تعليم المعلم وكان أشياء ممتعة لأن إحنا مثلنا وقدمنا مشروعاتنا بطريقة ممتعة. And how do you think you learned in these teams? Was the learning better? كان التعليم أحسن لأنه في بعض من كلام الأستاذ بعضهم ما يفهمون وبعض البعض الثاني يفهمون. فيعني من تعليم من شرحنا لهم يكون أحسن فإحنا نقدر أن نشرح له بالطريقة اللي إحنا اللي هم يعرفونها وإحنا نعرفها. Okay, and what sort of things do you like to do in your spare time? أنا أحب يعني ألعب في الكمبيوتر وأحب السباحة وأحب كرة القدم وبعض الأوقات ألعب مع إخواني أو أولاد عمي. ألعاب شعبية من الإمارات. Okay, thank you very much.